بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين آدم وحواء عليهم السلام، لما كاد لهما أخرجهما من الجنة بسبب كيده لهما لما أكلا من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها، فهو كاد لنفسه يعني ضرها قبل أن يضر الأبوين، لأنه كان قبل ذلك في السماء يتعبد مع الملائكة إلى أن حسد آدم وكاد له بالأكل من الشجرة، فأهبطه الله من الجنة وطرده ولعنه، لعنه وطرده وأهبطه من الجنة، فهو كاد لنفسه وضرها قبل أن يضر آدم عليه السلام. نعم. لبيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين، ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه وذرية آدم، فكان مشؤوما على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته من الجن والإنس. نعم، كاد لأتباعه، بعدما كاد لنفسه كاد لأتباعه وضر نفسه وضر أتباعه من الجن والإنس، وهذه نتيجة المعاصي والعياذ بالله، هذه ثمرات المعاصي على إبليس وعلى بني آدم. نعم. أما كيده لنفسه فإن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام كان بامتثال أمره وطاعته سعادته وفلاحه وعزه ونجاته، فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عليه السلام غضاضة عليه وهضما لنفسه، إذ يخضع ويقع ساجدا لمن خلق من طين وهو مخلوق من نار، والنار بزعمه أشرف من الطين. نعم، السجود لآدم الذي أمر الله به الملائكة هو سجود التحية وليس سجود العبادة، وإنما هو سجود التحية، وكان معروفا حتى في أول الإسلام كانوا يسجدون سجود التحية للقادم وللإنسان الذي له مكانة، حتى إن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من الشام ورآهم يسجدون لأكابرهم سجود تحية أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فنسخ ذلك، نسخ سجود التحية من ذلك الوقت، ومع أنه اغتر بنفسه وحسد آدم عليه السلام قاس قياسا فاسدا،
فقال أنا خير منه، يعني من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأولا عليه الامتثال، قد عصى الله في ذلك. ثم قاس قياسا باطلا، فأول يقولون أول من قاس إبليس، فالذين ينكرون القياس يقولون أول من قاس إبليس. ونقول القياس على قسمين: قياس صحيح وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق الفرع الأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وهذا دليل من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهو دليل وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. لكن إبليس قاس قياسا فاسدا، حيث زعم أن النار أحسن من الطين، وهذا غلط، لأن الطين أحسن من النار، فالنار لا تنتج وإنما تحرق. النار لا تنتج شيئا ولا تنبت شيئا ولا، وإنما تحرق فقط. وأما الطين فإنه ينبت الزروع وينبت الكلى، والطين فيه المعادن النفيسة، وفيه، فالطين أحسن من النار. نعم. فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سدوده لآدم عليه السلام غضاضة عليه وهضما لنفسه، إذ يطلع ويقع ساجدا لمن خلق من طين وهو مخلوق من نار، والنار بزعمه أشرف من الطين، فالمخلوق منها خير من المخلوق منه، وحضور الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه وهضم لمنزلته. فلما قام بقلبه هذا الهوس وقارنه الحسد لآدم، لما رأى ربه سبحانه قد خصه به من أنواع الكرامة. نعم، وخلق آدم بيده، هذا من كرامة آدم أن الله خلقه بيده، لما خلقت بيدي. نعم، لما خلقت بيدي، خلق الله آدم بيديه الكريمتين، وهذا فيه فضل آدم عليه السلام. نعم. وقارنه الحسد لآدم لما رأى ربه سبحانه قد خصه به من أنواع الكرامة، فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. نفخ فيه من روحه المخلوقة من جبريل عليه السلام. جبريل هو روح الله، بمعنى أن الله خص جبريل من بين الملائكة بأنه الروح الأمين، وأمنه على وحيه. نعم. وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. أسجد لآدم ملائكته سجود التحية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني سجود تحية. نعم. وعلمه أسماء كل شيء. الكرامة الثانية أن الله علمه أسماء كل شيء، كل شيء، فكل شيء، فآدم يعرف اسمه، كل شيء في هذا الكون، فإن آدم يعرف اسمه وغيره لا يعرفونه. الله جل وعلا قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني المخلوقات، أنبئوني يعني أخبروني بأسماء هؤلاء، يعني المخلوقات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولم يعلمهم الله أسماء كل شيء، إنما هذا من خصائص آدم عليه السلام. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فظهر فضل آدم عليه السلام من ناحية أن الله خلقه بيده،
ومن ناحية العلم أن الله علمه الأسماء، أسماء كل شيء، فهذا من فضائل آدم عليه السلام. نعم. وعلمه أسماء كل شيء وميزه بذلك عن الملائكة. ميزه بالعلم، ميز آدم بالعلم على الملائكة، علمه ما لم يعلم الملائكة. نعم. وأسكنه جنته. وهذه الفضيلة الثالثة لآدم أن الله أسكنه جنته، أسكن أنت وزوجك الجنة. وهل هي الجنة الموعود بها التي هي ضد النار، أو هي بستان في السماء؟ الظاهر أنها بستان في السماء، ولا البستان يسمى جنة. نعم. وأسكنه جنته فبلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ. أي نعم، لما ظهرت فضائل آدم ظهر حسده لآدم، فإبليس هو أول من حسد وحامل بالحسد. نعم. فبلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ، وكان عدو الله يطيف به وهو صرصار كالبخار. وكذلك الله جل وعلا لما خلق ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، أخوه حسده على أن الله تقبل منه ولم يتقبل من القاتل، فسبب قتل هابيل لقابيل هو الحسد، حسد أخاه لما تقبل الله منه. وذلك أنهم إذا تصدقوا بصدقة المقبول منها تنزل نار من السماء فتحرقه، هذه علامة القبول، وغير المقبول يبقى ولا على حاله. فابني آدم حسد أحدهما الآخر فقتله، وجاء في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. نعم. فبلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ، وكان عدو الله يطيف به وهو صرصار كالفخار فيهجم منه. لما بناه الله جل وعلا قبل أن ينفخ فيه الروح صلصال، صلصال يعني طين، طين معتق. أنتم ترون الناس اللي المهرة في البناء يعتقون الطين بأن يصبوا عليه الماء مدة حتى يتصلب ويقوى. فآدم خلق من صلصال، من حمأ مسنون، يعني فيه رائحة الماء والتأخير بالماء، ظهرت له رائحة. نعم. وكان عدو الله يطيف به وهو صرصار كالبخار فيعجب منه ويقول لأمر عظيم قد خلق آدم. خلق آدم من صلصال كالفخار، وخلق الجان إبليس وذريته من مارج من نار، يعني من لهب. المارج هو اللهب، لهب النار. نعم. فيعجب منه ويقول لأمر عظيم قد خلق هذا، ولئن سلط عليه لأقسينه، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. كذا يقول إبليس، يعني أدرك أن الله كرم آدم وحسده على ذلك وتوعد أنه لا يهلكنه، ولكن الله جل وعلا حمى آدم عليه السلام ومن شاء من ذريته، حماهم من الشيطان. ليس له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان،
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. فلما تم خلق آدم عليه السلام بأحسن تقويم وأكمل صورة وأجملها وكملت محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار، فتولى ربه سبحانه خلقه بيده، فجاء في أحسن خلق وأتم صورة، طوله في السماء 60 ذراعا. نعم، طول آدم 60 ذراعا، وما زال الخلق يتناقص. نعم. طوله في السماء 60 ذراعا، قد ألبس رداء الجمال والحسن والمهابة والبهاء، فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل، فوقعوا كلهم سجودا له بأمر ربهم تبارك وتعالى. سجود التحية. نعم. فوقعوا كلهم سجودا له بأمر ربهم تبارك وتعالى، فشق الحسود قميصه من دبر، واشتعل في قلبه نيران الحسد المتين، فعارض النصر بالمعقول بزعمه كفعل أوليائه من المبطلين، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا دليله، هذا دليله أنه مخلوق من نار، فهو أفضل من آدم، لأن آدم مخلوق من الطين، وبزعمه أن النار أفضل من الطين، وهذا زعم باطل، لأن النار لا تنتج شيئا وإنما تحرق وتهلك، وأما الطين فإنه مبارك، ينبت الزروع، ينبت الفواكه، ينبت الكلى، ينبت الأشياء الطيبة، وتستخرج منه المعادن الثمينة، فأين الطين من النار؟ نعم. فعارض النصر بالمعقول بزعمه كفعل أوليائه من المبطلين، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأعرض عن النص الصريح وقابله بالرأي الفاسد القبيح. نعم. ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم الذي لا تجد العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلا، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنا: أخبرني لما كرمته. وغور هذا الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب. هكذا يقول لربه، يطعن في حكمة الله. نعم. وغور هذا الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب، وأن الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي، لأن المقبول يقدر للباطل، فلما خالفت الحكمة؟ ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه وإزرائه به، فقال: أنا خير منه. ثم: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا دليله. نعم. ثم أردف ذلك بحجته الداحضة في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السلام وأصله، فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود ومعصية الرب المعبود، فجمع بين الجهل والظلم والكذب والحسد والمعصية ومعارضة النص للرأي والعقل. نعم. فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها، ووضعها من حيث أراد رفعتها، وأذلها من حيث أراد عزتها، وآلمها كل الألم من حيث أراد لذتها، ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟ نعم. قال تعالى:
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو كان من الجن إلا إبليس كان من الجن وليس من الملائكة وإن كان معهم ويتعبد معهم لكنه من الجن فخانه أصله. نعم. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق يعني خرج عن أمر ربه، الفسق هو الخروج عن طاعة الله. نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم، فالذي يختار إبليس وجنوده ويتبعهم ويترك أمر الله وطاعة الله الذي خلقه ورزقه الذي له ملك السماوات والأرض هذا من الانتكاس والعياذ بالله. فأيهما خير، أن تطيع الله الذي خلقك ورباك والذي بيده عزك كرامتك ورزقك، أو تطيع إبليس العدو اللدود لبني آدم لا يحتنكن ذريته إلا قليلا، يتوعد بني آدم أنه سيضلهم ويهلكهم إلا من عصمه الله، إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. فصل. وأما حله للأبوين فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة. نعم، لما نهى الله آدم أن يأكل من الشجرة التي في الجنة، شجرة واحدة، وأباح له كل ما في الجنة، فزين له الشيطان هذه الشجرة وقال إنها ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما حلف لهما إني لكما لمن الناصحين، أدلاهما بغرور والعياذ بالله. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما، ظهرت عوراتهما وكانت مستورة من قبل، ومن ذلك فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يغطيان عورتهما. فهذه نتائج طاعة الشيطان، هذه نتائج طاعة الشيطان والاغترار بتزيينه وتسويله لآدم وذريته. نعم. وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة حتى حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهما حتى اطمأن إلى قوله. لما حلف لهما اطمأن إلى قول لطيبتهما وثقتهما بالحلف. نعم. حتى اطمأنا إلى قوله وأجاباه إلى ما طلب منهما. أكلا من الشجرة التي نهي عن الأكل منها وهي شجرة الحنطة. نعم. فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى، وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم. ولا يزال إبليس يحاول كشف العورات من ذاك الوقت، ويحاول كشف العورات، يجر النساء إلى السفور وإلى التعري، ويجر بني آدم إلى عدم ستر عوراتهم، ولهذا الله جل وعلا قمعه فقال يا بني آدم خذوا زينتكم يعني لباسكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، هذا ستر العورة في الصلاة وهو شرط من شروط صحة الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة استروا عوراتكم. نعم. وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم وسبق به القدر. جرى به القلم، القلم الذي كتب الله به المقادير في اللوح المحفوظ
نعم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. الذي جرى به القلم وسبق به القدر ورد الله سبحانه كيده عليه. ألا رد الله كيد إبليس عليه ولم يضر آدم، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه الكلمات. نعم. وتدارك الأبوين ورد الله سبحانه كيده عليه، وتدارك الأبوين برحمته ومغفرته فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها. نعم، أعادهما لما تاب إلى الله وتضرع إليه أحسن من كونهما فيها بعد خلقهما، لأنهما عاد إليه إليها تائبين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى متضرعين إلى الله، فهذا أحسن من حالهم الأول. نعم. فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، وعاد عاقبة مكره عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. باء باللعنة وباء بالبعد من رحمة الله، وباء بكل نقص وعقوبة والعياذ بالله. كلاهما عصى، آدم وإبليس، ولكن آدم تاب إلى الله فتاب الله عليه واعترف بذنبه، أما إبليس فإنه زاد في الشر فزاده الله إهانة وزاده الله عذابا والعياذ بالله. نعم. وعاد عاقبة مكره عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا يحيق يعني لا يهلك المكر السيء، لأن المكر على قسمين، مكر حسن وهو إيصال الخير إلى الشخص من طريق غير معلوم لا يعلمه إلا الله، ومكر مذموم وهو الإساءة والضرر. نعم، المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء، ففيه مكر حسن. نعم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذه الحرب، ولم يعلم بكبير جيش ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، آدم وحواء تابا إلى الله ودعوا ربهما للمغفرة والرحمة فاستجاب الله لهما، فكان حالهما بعد التوبة أحسن من حالهما قبل التوبة. نعم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا بإقبال دولتي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. نعم، اجتباه ربه، اجتباه ربه فتاب عليه مما وقع من المعصية وهداه ودله على الطريق الصحيح، هذه كلها كرامات لآدم عليه السلام. نعم. وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده، وهو آدم عليه السلام، أن الله يتخلى عنه. الله لا يتخلى عن أوليائه وأحبابه سبحانه وتعالى، وإن وقع منهم معصية تابوا إلى الله فإن هذا يزيدهم كمالا. نعم. وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء من أجل أكلة أكلها. نعم، تاب منها أكلة أكلها وقد نهي عنها لكن تاب منها. نعم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. وما علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرض، فلما أحس بالمرض بادر إلى استعمال الدواء
لما رماه العدو بسهمه وقع في غير مقتل، فبادر إلى مداواة الجرح فقام كأن لم يكن به قلبه. نعم، هذا مثل ساقه الشيخ لحالة آدم مع ما حصل منه من الذنب، أنه كان سببا في كرامته وإعلاء شأنه، لأنه تاب إلى الله وتضرع إلى الله واعترف بذنبه، وهذه فضائل عظيمة. نعم. بني العدو بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر وقدح بالحكمة ولم يسأل الإطالة ولا ندم على الزلة، وبني الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة وهو التوحيد والاستغفار. هذا آدم عليه السلام. إبليس عصى ربه ولم يتب، بل تمرد وزاد من المعصية. أما آدم عليه السلام عصى لكنه تاب إلى الله وتضرع، فكانت حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، ففات على إبليس مقصوده من آدم. الحمد لله. نعم. وبني الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة وهو التوحيد والاستغفار. نعم. فأزيل عنه العين وغفر له الدم فقبل منه المتاع وفتح له من الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فما ظلم ومن كانت شيمته الكرم. هذا بيت يقول: بأبيه اقتدى عدي في الكرم. عدي بن حاتم الجواد المشهور، وعدي هذا صحابي جليل رضي الله عنه. بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. نعم. ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيم. اي نعم، التوبة والاستغفار قامهما عظيم، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين. نعم. فصل. ثم كاد أحد ولدي آدم. إيه نعم، قصة ابني آدم لما حسد أحدهما الآخر فقتله، لأن الله تقبل منه ولم يتقبل من القاتل، حسده على ذلك. أتلو عليهم نبأ أبني آدم بالحق، هابيل وقابيل. نعم. ثم كان أحد ولدي آدم ولم يزل يتلاعب به حتى قتل أخاه. ولم يزل يتلاعب بهابيل حتى قتل أخاه قابيل، بسبب أن الله استجاب لقابيل ولم يستجب لهابيل. نعم. حسده على ذلك، على هذه النعمة. نعم. ولم يزل يتلاعب به حتى قتل أخاه وأسخط أباه وعصى مولاه. أسخط أباه آدم، كان آدم حيا في وقت القتل هذا، فآدم أساءه ما حصل من ابنه مع ابنه الآخر. نعم. وأسخط أباه وعصى مولاه فسنى للذرية قتل النفوس. نعم، أول من قتل ظلما هو قابيل، هو هابيل. أول من قتل ظلما هو هابيل، قتل أخاه لما تقبل الله منه ولم يتقبل من الآخر. نعم. فسنى للذرية قتل النفوس، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. نعم. فكان العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه وعقوق والديه.
وإسقاط ربه ونقص عدده وظلم نفسه، وعرضه لأعظم العقاب وحرمه حقه من جزيل الثواب. نعم، هذه عقوبة التعدي على أخيه، قتل أخيه، لا لشيء إلا لأن الله تقبل منه، تقبل منه ما بذله لله عز وجل من الصدقة. نعم. فصل. ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة والأمة الواحدة بعد آدم، بعد آدم بقي أبناؤه على التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، إلى وقت نوح عليه السلام لما غلا قومه في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما غلوا في الصالحين وعبدوهم حصل الشرك في الأرض من ذاك الوقت. وإلا بين آدم ونوح 100 عام كانوا على التوحيد. نعم. ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة والأمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد. قال تعالى: ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس، عندك واو، وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا، هذا في عهد نوح عليه السلام، اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. نعم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. قال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام. قال سعيد، قال سعيد عن قتادة، سعيد بن منصور، سعيد بن منصور. نعم. عن قتادة، قتادة بن دعامة الدوسي. نعم. ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الهدى. نعم. وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله عز وجل النحاء، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. نعم، أول رسول هو نوح عليه السلام، أما الأنبياء فقبل نوح، قبل نوح شيث نعم شيث وإدريس عليه السلام، هذا قبل نوح، إدريس وشيث قبل نوح. نعم. وقال ابن عباس: كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام كلهم. نقف على وقال ابن عباس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تصيد الشيطان للإنسان، هل يفترض اختلاف إيمان درجته أو بإيمان كل إنسان ودرجة إيمانه؟ ما في شك، ما في شك، الشيطان يتسلط على ضعاف الإيمان، على ضعاف الإيمان يتسلط عليهم الشيطان، أما قوي الإيمان فلا يقدر الشيطان عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هذا القول صحيح، وهو أن مكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؟ إيه نعم، كل أفعال الله لا يشاركه فيها أحد، ومنها المكر، والمكر هو إيصال الضرر إلى من، المكر السيء، المكر على قسمين: مكر سيء ومكر حق. المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأما المكر الحق فهذا حق، وهو إيصال الضرر إلى من يستحقه بطريق غير واضح ولا يعلم، طريق خفي، هذا المكر، إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي، وهو على قسمين: مكر السيء والمكر الحق. نعم.
من الشيخ وفقكم الله. هذا السائل يقول: سجود التحية هل كان جائزا في بداية فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نسك؟ نعم، كان جائزا ثم نسخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن آدم عليه السلام لما خلق كان طوله 60 ذراعا ثم تناقص الخلق بعد ذلك، هل لا زال التناقص مستمر أم أنه قد توقف بذحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، هذا لا أدري عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الحسد هو أول ذنب عصي الله به؟ نعم، قصة ابني آدم هو أول ذنب عصي الله به، وإبليس عليه لعنه الله هو أول من حسد آدم قبل ابني آدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما القول الراجح بمسألة تفضيل بني آدم على الملائكة أو بالعكس، فقد خلق أولئك من نور وبني آدم خلقوا من طين؟ هذه مسألة لا قائل تحتها، تفضيل الملائكة على بني آدم أو تفضيل بني آدم الصالحين من بني آدم على الملائكة، هذا لا قائل تحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه الذنب والإثم، أو أن المقتول يأخذ حقه من يوم القيامة؟ يقول الإمام ابن القيم إن القتل العمد تعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق لولي القتيل. حق الله يسقط بالتوبة، حق ولي القتيل يسقط بالعفو، وحق القتيل نفسه يبقى على القاتل، ويحكم الله جل وعلا بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: شروط التوبة 3: الإقلاع عن العمل عن المعصية، والثاني الندم، والثالث العزم على عدم العودة. هنا يقول: ما المقصود بالإقلاع عن العمل وهو قد انتهى منه؟ تركه، الإقلاع عن الذنب، ما أنه يتوب وهو مقيم على الذنب، يقول يلا توبة استغفر الله وأتوب إليه، هو ما يترك الذنب، هذا استغفاره وتوبته لا قيمة له. نعم، لازم أولا يترك الذنب تحول عنه، ثانيا يعزم على أن لا يعود إليه، فإن كان في زعمه أنه بعدين يبي يعود هذه توبة مؤقتة ولا تقبل. ثالثا أن يندم على ما فات، إن كان ما ندم على ما حصل منه فتوبته غير صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: وفي شرط الرابع، إذا كان الحق لمخلوق فلا بد إما أن يعطيه إياه أو يتحلل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: فتح المطاف أو كامل المطاف هذه الأيام، وسوف يصلى عند الكعبة الصف الأول، يقول: بيوم الجمعة يحرص المسلم على الصف الأول، ولكن لشدة الحر، ولأنه قد يضايق الطائفين ويحصل أذية، فماذا يصنع من يحرص على الصف الأول، وكيف يفاضل بين هذا وهذا؟ لا يشق على نفسه، تعرض للشمس، تعرض للزحمة، عليه أن يكون في المكان المريح لأنه أدعى للخشوع والطمأنينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما القول الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة لوقتنا؟ اختار الإمام أحمد رحمه الله أنه آخر ساعة من يوم الجمعة. آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تسأل فتقول أمي ترفض أن أخرج مع زميلاتي خوفا علي، فهل علي إثم في عدم طاعتها في ذلك؟ هي نعم، هي تريد مصلحتك، حمايتك، فأطيعي أمك أولا لأجل البر بها، وثانيا من أجل مصلحتك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما معنى قول العلماء لا اجتهاد مع نص صحيح؟ اي نعم، إذا قام الدليل فلا اجتهاد مع النص، يتبع الدليل، يتبع الدليل ويعمل بالدليل. الاجتهاد إنما إذا خفي النص يحصل الاجتهاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الأشجار التي توجد على بعض القبور هل يدل ذلك على أن لهذا القبر خاصية؟ هذه الأشجار يجب قطعها والمبادرة بقطعها، وليس لها خاصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول ما حكم ركوب المرأة وحدها مع السائق نهارا فقط للضرورة، علما بأنه سائق كبير ومتدين؟ هذه خلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، هذه خلوة ولا تجوز إلا أن يكون معهما من تزول به الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل صحيح أن في يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي أثناء الزواج؟ من قال هذا؟ لم يقل به أحد، لكن يقولون أنه وقت ضيق، وقت الزوال وقت ضيق ما يتسع لصلاة، إذا صارت الشمس فوق الرؤوس محالية سرعان ما تزول ولا يتسع لصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ابنتي عندها تآكل في صفحات أسنانها، فقد أخبرتها طبيبة الأسنان أنها يمكن أن تعمل لها تلبيسة من بعض المواد، السؤال هل يجوز هذا العمل وهل يكون حائلا من وصول الماء إلى الأسنان عند الطهارة والمضمضة؟ لا، ما لا بأس به، هذا علاج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا تداو بالمباح الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول هل سماع الغناء يتنافى مع الحرص على القرآن والذكر؟ أي نعم، يقول ابن القيم حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبر أمه، فهل هناك جمع بين هذا وهذا؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، وسأله أن يستغفر لها فمنعه الله من ذلك، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله عز وجل عن ابن آدم فأصبح من النائمين، هل يؤخذ منه أن ابن آدم القاتل قد تاب من فعله هذا؟ أصبح من النادمين، ما هم على القتل، أصبح من النادمين على فراق أخيه وعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشرك هل هو بدعة جاء بها الشيطان أم أن البشر هم الذين جاءوا بها؟ نعم. بالنسبة للشرك هل هو بدعة جاء بها الشيطان؟ بلا شك أن الشيطان هو الذي يأمر بالشرك ويطيعه
ابن آدم يطيع الشيطان في ذلك، يحسنه له، يحسن له الشرك، يقول هذا يشفع لك عند الله وهذا يقربك عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، زين الشيطان لهم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد أن الشيطان ينفي حال سجود بني آدم لله عز وجل؟ والله ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يحلف الإنسان بصفة من صفات الله عز وجل كأن يقول ورحمة الله؟ أي نعم، الحلف يكون بالله أو صفة أو اسم من أسمائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: نرى جماعة يصلون الفجر في المسجد بعد نهاية صلاة الإمام ولا يبدأون بالسنة الراتبة بل يبدأون بالفريضة قبل السنة، فهل فعلهم هذا مشروع؟ كيف؟ يقول: نرى جماعة يصلون الفجر في المسجد بعد نهاية الصلاة الأولى للإمام. إذا كانوا يتعمدون هذا فلا يجوز لهم ويجب منعهم من ذلك، أما إذا كان فاتتهم الصلاة وهم لم يقصدوا ذلك وإنما فاتتهم لأنهم انشغلوا أو ناموا عنها فلا بأس، يصلون جماعة ثانية. نعم. وقال الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: أحيانا تفوتني ركعتي الفجر. ها؟ أحيانا تفوتني ركعتي الفجر. ركعتي؟ تفوتني ركعتا الفجر. نعم. فأصليها في الساعة العاشرة صباحا. فهل فعلي هذا صحيح أم أن الأفضل أن أصليها بعد الفريضة مباشرة؟ إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح جازت الصلاة إلى أن تقف في وسط السماء فوق الرؤوس، كل هذا جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الأم إذا أخذت من مال ولدها مبلغا يسيرا دون علمه، فهل تأتم بهذا وهل يجب عليها أن تخبره بعد أن أخذت؟ لا لا، ما تأتم بهذا ولا يلزمها أن تخبره. نعم، إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يسأل فيقول: هل يجوز لنا أن نحذر من مساجد أهل البدع كالصوفية والجماعات الحزبية التي تتعامل مع الأديان الأخرى في وحدة الأديان؟ يقول: بأن نذكرهم بأسمائهم في خطبة الجمعة على المنبر، وهل هذا يدخل في الغيبة المحرمة؟ لا، هو ما هو الغيبة، يدخل هذا في التشويش والنزاع، وقد يكون هناك مناوشات، هذا لا ما يترتب عليه إلا ضرر، فإذا تكلمتم فيهم تكلموا فيكم، حصل نزاع وحصل شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة في الكنيسة هل هي صلاة صحيحة؟ اي نعم، اذا صار فيها صورة معلقة فلا يصلي اليها، اما اذا صلى ليس فيها صورة معلقة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الكلام الاجنبي في صلب الصلاة لمصلحتها يكون مبطلا لها؟ ايش؟ الكلام الاجنبي. الاجنبي؟ الاجنبي يعني رطانه؟ يعني رطانه هذا الكلام الاجنبي. ها؟ ايش قصده بالاجنبي؟ يعني يقول له اسجد او ارجع او كذا. اذا جاء بكلمة من القرآن فلا بأس بذلك. اذا جاء بكلمة من القرآن لا بأس بذلك في الصلاة تؤدي الغرض، مثل ما يذكر عن الحجاج أنه صلي بالناس ففاتته آية قال: ردوها علي، ما لكم لا تنطقون. أي نعم، جاء بألفاظ من القرآن، لا منبه بها
من خلفه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أسعف الرجل امرأة أجنبية عنه وتبرع لها بالدم، فهل يكون بذلك أخا لها؟ لا، هذا عند العوام يصير أخا لها، فتوى العوام ما يصير أخا لها إلا بالرضاع. نعم، في الحولين، الرضاع والحولين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن السائل يقول: ما حكم رفع اليدين بعد رفعه من الركوع كهيئة الدعاء في الصلاة؟ نعم. لا، ما يرفع يديه إلا في القنوت، في دعاء القنوت فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: وفقني الله سبحانه وتعالى العام الماضي للحج، لكنني تجاوزت الميقات وأنا لم ألبس ملابس الإحرام، يقول: لأتجاوز رجال الأمن، هل علي كفارة وفدية في ذلك؟ أي نعم، لبس المخيط، تعدي الميقات بدون إحرام بالمخيط وأن تنوي الحج يكون عليك فدية، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، هذا السائل يقول: قد ابتلانا الله سبحانه وتعالى بأذى يحرش بيننا نحن الإخوة بين أبنائه ويوقع العداوة ويريد أن نكون مفترقين ويحزنه اجتماعنا ويظلم أمي إلى آخر ذلك، يقول: كيف نتعامل مع هذا الأب وهل يجوز لنا أن نعقه؟ لا تطيعوه في هذه الأمور، لا تطيعوه في هذه الأمور، وأحسنوا إليه، أحسنوا إليه ولا تطيعوه في هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يعتقد أن التمسح بجدران الكعبة أن فيه بركة وأنه من باب العبادة، فهل هذا عمل صحيح؟ لا يتمسح إلا بالركن بالحجر الأسود وبالركن اليماني فقط، وأما الركنان الشاميان فلا يتمسح بهما لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، داخلان في الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي في صلة الرحم أن يتصل الإنسان بالهاتف على رحمه ويسأل عنه؟ أي نعم، هذا من صلة الرحم، أن يتصل يسلم عليه ويسأل عن حاله وحاجته وما أشبه ذلك، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصيب الإنسان بمصيبة كبيرة فهل يجوز له أن يتمنى الموت حينئذ؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، فوض الأمر إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أسلم الإنسان وكان اسمه معبدا لغير الله فهل يلزمه أن يغيره بعد الإسلام؟ إلا أنهم ذكروا أنه إذا خاف على نفسه من الفتنة في دينه فله أن يسأل الله الوفاة، إذا خاف أن يفتن عن دينه يسأل الله أن يتوفاه، لأن يوسف عليه السلام لما تم أمره خاف من الفتنة فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أسلم الإنسان وكان اسمه معبدا لغير الله. نعم. إذا أسلم الإنسان وكان اسمه معبدا لغير الله فهل يلزم أن يغيره بعد الإسلام؟ أي نعم، يغيره لعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، ولا يكون معبدا لغير الله. نعم. فضيلة
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الدعاء أن الرجل يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، فهل المرأة تغير بهذه الصيغة وتقول اللهم إني عبدك إلى آخره؟ نعم. يقول ورد في الدعاء أن الرجل يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إذا دعت المرأة فهل أن تغير الصيغة وتقول اللهم إني عبدك إلى آخره؟ أمتك، ما تقول عبدتك، تقول أمتك، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم أن يصلي الإنسان في الفنادق القريبة من الحرم ويتابع إمام الحرم في صلاته؟ ما يجوز هذا إلا إذا ضاق المسجد الحرام ووصلت الصفوف إلى العمارة التي هو فيها، لا بد من هذا. أما إذا كان بينه وبين الحرم مسافة ما فيها أحد فلا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ما معنى وما المراد به معه؟ السنة، المراد به السنة النبوية وهي وحي من الله، السنة هي الوحي الثاني بعد القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز لله أن يقص أحد أبنائه بعطية فيعطيه مثلا نصف الأرض التي عنده؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يشهده على عطية أعطاها لابنه قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام لكنه لم يرفع يديه لأنه قد نسي رفع اليدين، هل عليه شيء في ذلك؟ لا، أفعل يدين سنة، ما هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا سائل يقول بالنسبة للمؤذن في الوقت الحاضر هل يشرع له أن يلتفت عند حيلة؟ إيه نعم، يعمل بالسنة، يعمل بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تعمل مع رجل في مكان واحد في صيدلية تقول ولا يكون برفقتهما أحد؟ لا، هذه خلوة ولا تجوز، ما تخلو امرأة مع رجل غير محرم لها غير زوجها، لا يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا السائل يقول المرأة الكبيرة في السن والتي تعد من القواعد هل يباح لمن هو ليس من محارمها أن يصافحها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء وإنما كان يبايعهن بالكلام، ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع الحيض لأجل أن تصوم رمضان كاملا؟ شاور الطبيب، إذا كان هذا ما يضرها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب أثناء إحرامها، فهل يجب عليها أن تغطي كامل وجهها أثناء الطواف؟ ما في شك، تغطي وجهها عن الرجال في الطواف وفي غيره بأن تسدل عليه من خمارها أو من ثوبها، يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من دخل المسجد بعد الأذان وصلى صلاة الفريضة لوحده بعذر أنه مرتبط بشغل اليهود كنقل الطالبات وغير ذلك، فهل فعله هذا مشروع؟ ها؟ يقول
ومن دخل المسجد بعد الأذان وصلى الفريضة لوحده متعذرا أنه مرتبط بشغل يفوت كنقل الطالبات وغيرها. شو اللي يصلي بالمسجد؟ يصلي ببيته ولا مكان آخر؟ ألا يصلي بالمسجد ويطلع قبل إمامه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على السائل يقول هل الأم مقدمة بالبر على الأب مطلقا؟ أي نعم، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وأوصى بالأب 1 واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول من أفضل لها أن تصلي صلاة الفريضة في المسجد وخاصة صلاة المغرب والعشاء والجمعة، أم أن الأفضل أن تصليها في البيت؟ الأفضل بيت، الأفضل لها بيتها. نعم. وبيوتهن خير لهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، هذا في المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا طهرت المرأة من النفاس قبل 40 فهل يجب عليها أن تصوم إذا كان رمضان؟ اي نعم، إذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصوم، فإن عاد عليها الدم تفطر، وصيامها الذي صامته كاملا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول هل الخشية خاصة بالعلماء دون غيرهم لوجود الحصر هنا؟ إنما يخشى الله حق الخشية، لأنهم يعلمون من جلال الله وعظمة الله ما لا يعلمه العوام، فهم أولى بالخشية من العوام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع صوم شهر شعبان كاملا؟ لا، ولا شيء من شعبان يشرع، ولا النصف من شعبان ما يشرع، إلا من كان له صيام، من كان له صيام يصومه كثلاثة أيام من كل شهر فإنه يصومها من شعبان ومن غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن السائل يقول بقول الله عز وجل فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هل حديث النفس يكون محاسبا عليها؟ هذا نسخ كان في الأول، ثم شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فجاءوا وجثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، ثم أنزل الله نسخ ذلك في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند كتابة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تختصر الصلاة عليه بلفظ أو بحرف صاد؟ لا، صاد ما هو بصلاة، صاد ما هو بصلاة، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لابد من هذا. كانوا يكتبون صلعم، واحد يحسبه اسم الرسول صلعم، حسب هذا اسم الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل يقول شق الجلوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية، هل يأذن من فعل ذلك رغم تأثره لكبر المسلم؟ ما يجوز هذا، هذا من فعل الجاهلية وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز هذا، يصبر ويحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سن الإنسان سنة سيئة ثم تاب منها فهل يلحقه إثم من عمل بها بعد ذلك؟ يعلن للناس، يعلن أني تبت من هذا الشيء ولا يسكت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ليس منا من فعل كذا وكذا. تقول هل هذا يدل على أنه خارج عن الإسلام؟ لا، هذا ما هو خارج عن الإسلام، لكن هذه براءة من الرسول من هذا الفعل، وليس معنى ذلك أنه يخرج من الإسلام. نعم. كذلك وفقك الله، يسأل فيقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. يقول: فهل معنى ذلك أنه لن يدخلها أبدا؟ لا، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة سورة السجدة عند النوم باستمرار؟ لا أصل لذلك. نعم، لا أصل لذلك فيما أعلم. نعم. وكذلك يسأل حفظك الله عن قراءة سورة الملك تبارك الذي. نعم، سورة الملك المنجية من عذاب القبر، فإذا قرأها شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: ما النصيحة وفقكم الله للرجال والنساء في وقت الفتن؟ ماذا يصنعون؟ تمسكون بدينهم ويسألون الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع التفضيل بين الصحابة رضوان الله عليهم، فيأتي شخص ويقول فلان الصحابي أفضل من فلان وهكذا؟ لا بأس، من ورد في تفضيله لا بأس. الخلفاء الأربعة العشرة المشهود لهم بالجنة، أصحاب بدر، أهل بيعة الرضوان، يتفاضلون رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: في خطبة الجمعة إذا خطب الإمام خطبة واحدة، الله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة، وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، ما يكون في هذا تهجين للمفضول، أو كلا وعد الله الحسنى، لكن هذا أفضل من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على السائل يقول: في خطبة الجمعة إذا خطب الخطيب خطبة واحدة ثم نزل إلى الصلاة، فعلى الصلاة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة، لازم الخطبتين. يقولون إن الخطبتين مقام ركعتين، الأصل الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لهجر العصاة، هل هو مشروع دائما؟ إذا كان فيه مصلحة أنه يحصل به توبتهم و ندمهم على ما حصل منهم يهجرون، أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فلا يهجرون. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.